ما سر ساعات العزلة التي عاشها ذلك الشاب السوري؟ وما أسباب نظريات الهدوء التي فرضها لتصبح واقعاً معيشياً على نفسه قبل الوصول إلى ذلك الإنجاز الذي ربما لم تفكر فيه حكومات دول بأكملها رغم إمكاناتها الكبيرة؟ قد يعجب المتابع لأي إنجاز علمي جديد، لكن العجب يزول سريعاً حال علمنا أنه اقترن بالسوريين، خصوصاً شبابهم الذين أثبتوا قدراتهم النوعية على مواجهة التحديات. أحمد الحمود بطل جديد من أبطال القصص الملهمة، هو ليس كغيره من سائر الشباب، فصمته الطويل تفكير متواصل في بحث لا ينقطع، وتفكير عميق حتى توصل إلى هذه الفكرة المبتكرة. أبحاث الحمود طال أمدها بعد أن بدأها في وقت مبكر من عمره، حيث استهواه مجال البرمجة الإلكترونية إلى أقصى حد، ورصد الشاب حياة الملايين من السوريين والعرب ومعاناتهم في سبيل الحصول على الخدمات والمطالب الحياتية اليومية. هنا فكر الحمود جيداً في تطوير تقنيات الموبايل إلى مستويات قياسية تضمن شمول جميع الخدمات التي يحتاجها سكان أي منطقة في العالم، وبموجب التطبيقات الجديدة لن يكون السوريون بحاجة إلى تنقلات كثيرة، لأن الحصول على الخدمات سيكون بكبسة زر واحدة على أجهزة الجوال التي في أيديهم. شركة برمجة لتطبيقات الموبايل، كان ذلك هو حلم الشاب أحمد الحمود الذي دخل بالفعل حيز التنفيذ بعد أن تحولت البرمجة لديه إلى حب وهواية وعمل ومجال لكسب المال وتحقيق الأرباح الطائلة. 36 شهراً كانت كفيلة بأن يكون لأحمد الحمود موطئ قدم بين رجال الأعمال السوريين، ليكون أصغر رجل أعمال في ذلك البلد، لكن رصيده من الخبرة حتماً يفوق رصيده من العمر، بعد أن حول التجارة الإلكترونية إلى ممارسات سهلة ميسرة تتم عن طريق التطبيقات. لكن أحمد يريد أن تشمل التطبيقات التي توصل إليها جميع المجالات، بحيث تساعد في سرعة تجاوز الأزمات الصحية وإجراء الفحوصات والإجراءات الطبية في توقيت قياسي. يأمل أحمد الحمود في الوصول إلى مستوى من التوعية يضمن إقناع التجار بالتعامل من خلال الطرق الإلكترونية بعد الوصول بمستوى التوعية لديهم، إلى أن التطبيقات الحديثة توفر الوقت والجهد والمال. يربط الحمود بين نجاح شركته الجديدة وبين فتح خطوط تواصل مع أكبر الشركات والمؤسسات الاستثمارية، سواء الحكومية أو الخاصة، مع ترويج التعامل بتلك التطبيقات بين الأفراد. يأمل الشاب السوري أيضاً في الوصول بتلك المنطقة في الشمال السوري إلى أقصى درجات الأمن والاستقرار، بما يضمن مزيداً من النجاح لشركته ورواج التجارة الإلكترونية فيها.